كوكو البنات، اللي بغا نوريكم كيفاش نصاوبوا واحد البيتزا بعجين رائع. عجين غيكون مختلف على عجين البيتزا العادي اللي كنديروه اما بالماء اولا بالحليب، اولا كيكون فيه بودره ديال الحليب باش كيجي هشيش. اليوم غنستبدلوه بالباتر ميلك اولا اللبن الرائب، ماشي الحليب، اللبن. دونك كتجي رائعه النتيجه ديال هاد العجين، خصوصا البنات اللي ما كيصدقوش ليهم لاباط ديال البيتزا كتجيهم قاصحه بعد المرات ويابسه بزاف. فهاد العجين غيعجبكم، لان كيف كتعرفوا اللبن في المعجونات او في الانواع هكا ديال المخبوزات كيتعطي واحد الهشاشه وواحد الرطوبه كيجي يعني رائع. وكيف كتعرفوا راه انا بزاف د الوصفات كنعطيها لكم ديما بالباتر ميلك اولا باللبن الرائب اللي هو البن ديال المغرب. عندنا البن عادي، ما عرفتش الدول العربيه يمكن اللبن الرائب غيكون. المهم اللي كيكون خاطر ماشي حليب. دونك عندي هنايا بيضه غندير لها تقريبا واحد كمية ديال الملح، تكون هكا معلقة شوية على حسب العجين كيف كتشوفوا، معلقة صغيرة. عندي هنايا واحد نصف كأس زيت زيتون، وعندي اللبن غناخد تقريبا جوج كؤوس من هذا او كاس ونص. وهذا العجين هذا فهو اللي بقى لكم، يعني كتستعملوا الكميه اللي نتوما محتاجين وكتخليوه الباقي ديال العجين في الكونجيلاسيون او لا في الثلاجه المجمد الوقت اللي احتاجيتو او النهار اللي بغيتو تخدموا به غتبدوه قبل تخليوه عشان يرجع يختمر، من بعد تخدموا به تصايبوا به البيتزا مره اخرى فهو كيبقى ناجح ما كيخسرش واخا تخليه في الثلاجه في الكونجيلاتور. هنا كيف شفتوا معايا نضفت الكاس الاول، غنزيد الكاس الثاني تاني ما نعمروش بزاف لان فريمون الكاس عندي انا هادو صغار، خاصنا كاس شويه كبير ديال اللبن. دونك تقريبا ندير جوج كؤوس ديال اللبن. غندير هنايا تقريبا قياس ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخميره الفوريه. فوالا هنا خديت قياس معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، الا غنضيف عليها حتى هي واحد معلقه ديال السكر. وهنا عندي غنزيد واحد شويه الخميره لان دابا الليل الجو شويه بارد، يعني ماشي بحال بالنهار كيكون شويه مازال دافي. فوالا هنا غنسم بالحبق، ممكن تنسمو نتوما بالزعتر او باي نسمه كتبغيو. وغنضيف واحد القليل من ملعقه تقريبا ديال الخردل اولا ديال لاموطارد، طبعا كديروا الزعتر كديروا اي نكهه كتفضلوا. عرفتش اليوم واحد النص النص مخليه اوكي. هنا ناخذ واحد الملعقه ديال لاموطارد وكتستغناو على انما كتعطي واحد النكهه للعجين. صافي دابا غندير العجين ديالي يتعجن وانا كنضيف الدقيق بالتدريج حتى يتخلط. دونك هنا ضفت غير شويه الدقيق ابيض والباقي كنضيفو ولا كنخلط في العجين حتى كيتجمع، يعني الكميه ديال الدقيق ما كتكونش موزونه لانه على حسب شحال غياخذنا هذا الخليط هذا اللي درنا ديال البيض والزيت واللبن شحال ما هزات لنا ديال العجين. دونك ندوز للعجان ونكمل معكم. الوغ هنا كيف كتشوفوا غنبقى نضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على واحد العجين متماسك، عجين ديال البيتزا عادي. حاجه اخرى مهمه ضروري انكم تكونوا اللبن والبيض مخرجين قبل، يعني ياخذ لا تمبيراتور ديال المطبخ او الحراره ديال المطبخ، لان ماشي بحال العجينه العاديه غنقدو ندفيو الماء ولا ندفيو الحليب، فاللبن ما غنقدوش ندفيوه فخرجوه قبل ياخذ درجه الحراره ديال المطبخ باش يكون سخون باش ما تنجح معكم وتختمر بسرعه. انا كيف كتشوفوا فبعد ما قلت لك عندي وتجمعت عندي العجين، فانا كيعجبني الصراحه نضيف اخر لحظه واحد معلقه غير هكا قطرات صغار ديال الزيت ونعاود نخلطهم مع العجين. كيعطيها حتى واحد الرطوبه كتجي روعه. سبق لي وريتكم ان هذه الطريقه ملي كنضيفوا الزبده اولا الزيت في اخر وكندخلوه مازال مع التليك كيعطي نتيجه مختلفه. فهكا انا
البنات صافي دابا راه تعجنات عندي مزيان. طبعا كمية الدقيق قلت لكم ما غاديش تكون عندنا بالوزن، لان على حسب كل واحد الكاس اللي غيستعمل ديال اللبن، وعلى حسب البيضه اللي استعملتو حبه كبيره ولا صغيره، فكتبقى يعني ممكن واحد يستعمل الكاس اكبر من اللي انا استعملت ممكن اصغر. فديما هاد القياس ديال الدقيق غتاخدوه على حسب شحال غتجمع لكم العجين. دونك كتبقاو تضيفوا بالتدريج حتى كتصلوا لها عجين تماسك. صافي دابا غنحيدها، نخليها نغطيها بالفيلم اليمونتير وغنخليها حتى يضعف الحجم ديالها، وندوزو نوجدوا الحشوه اللي غتكون سريعه، يعني حشوه ديال البيتزا عاديه. نوريكم غير المراحل حتى تما، سهله جدا جدا. دونك هادشي اللي كاين البنات. الوغ البنات بالنسبه للحشو فكيف كتشوفوا معايا، عندي يعني فلفل اخضر، فلفل احمر، وقرعه حبه واحده، وبصل كذلك غنضيفو. وهنا عندي صلصه الطماطم اللي وجدتها وخليتها تبرد، صلصه طماطم عاديه كتنكهوها باش ما بغيتو. انا استعملت هاد درت فيها شويه ملح، وعندي هذه فيها بزار، فيها ثوم، فيها بصل، فيها بقدونس، فيها كل شيء تقريبا. ممكن كتنسمو كيف ما خديتكم، اما بزعتر اما بحبق اما باش ما كتفضلوا. ودرت لها زيت الزيتون وخليتها كتشحر حتى وقفات. صافي غنجي غناخذ هذه الحبه ديال القرع، انا كيعجبني نستعمل صراحه الخضر في البيتزا. غنمشرها هكا كنمشرها هذه عندي هكا، كتخرجها لنا هكا شرائح رقيقه جدا. طبعا بعد ما كنستعمل حتى الباذنجان ما يبغى شي ناس، صافي البصفور الصغير فيهم ما كيسكتش تفقي على هاد نبيع هاد العسالي، كنقول ليه صوتك جميل سنفونية. صافي وغناخد الفلفل كذلك غنقطعو شرائح هكا رقيقة. وانا صراحة الخضرة يعني في البيتزا تاهي كنديرها مباشرة خضرة، مكنديرش مكيعجبنيش نطيبها وعاد نديرها في البيتزا وعاد ندخلها للفرن، فكنفضل هكا حسن. كيف كتشوفو معايا كنقطع هكا شرائح أولا دوائر الفلفل الأحمر والأخضر، وما كيعجبنيش نطيب الخضر بزاف، يعني خصوصا مثلا في بيتزا ولا في شي حاجه هكا غير قطعوهم رقاق خفاف. فوالا سيبا هادو هادو بس طرق. نقطع الفلفل الاحمر وكذلك غادي نجيب البصل. صافي ها هي الحشوه واجده عندي. هنا عندي شويه كالامار تاو غنقطعو شرائح، كتستعملوا اي نوع سمك اولا فواكه بحر كتفضلوا. وعندي الطون، ممكن ديروا كذلك كفته، ممكن ديروا يعني صدر ديال الدجاج هكا قطع تكون صغيره مقطعه، يعني كدير الصراحه الحشو اللي كتفضلوا اللي كتبغيو كديروا. انما الباز الاساسيه هي العجين اللي غيكون فريمون كيكون اسفنجي وكيكون خفيف ورطب بزاف بزاف وشيش كيف غتشوفوا معايا في الاخر. فوالا سي بون، ها هو كلشي واجد. شي نشوف العجين واش ارتاح واش خمر شويه، ونجيبو ندوزو نبداو. هاد اثناء طبعا خصني نشعل الفرن يسخن، نديرو على 180 حتى 200 درجه، نديرو على 200 ومن بعد غنقصو على 180، لان انا غندير الخضار ديريكتومون غنحطها فوق العجين خضراء، يعني ما غنطيبش العجين نص طيبه عاد ندير. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يطيبوا الخضار فانتوما غتدخلوا العجين طيبوه نص طيبه غير شويه يبدا ينشف، صافي وديروا الحشو وترجعوه تكملوه يطيب. انما اللي انا صراحه كيعجبني هكا. فوالا كيف كتشوفوا ساهله الحشوه وجدتها، يعني دغيا كتوجد. الصلصه كذلك ربع المرات كتكون واجده عندنا في الثلاجه ومتوفره. صافي غنمشي نجيو في العجين ونجيب باش نبداو الحشو ونشعل الفرن. انا البنات هنا بعد ما تحت عندي العجينه فانا غنجي ونحاول انني نبسطها هكا، طبعا كنرشو الدقيق مزيان. وهنا بالنسبه للناس اللي كيبغيو نديروها غليظه فممكن يديروها غليظه، اللي كيبغيوها تكون رقيقه بزاف تكون رقيقه، فالسمك على حسب كل واحد شنو كيفاش كيفضل البيتزا. انا هنا غنقص شويه العجين باش ما تغليش عليا، نخلي هذا هنا على جنب ونخدم بنص واحد ونخليه معايا نغطيه حتى نسالي نخدم بيه. كيكم هاد العجين الا بقى لكم راه ممكن ديروه في الثلاجه في الكونجيلاتور الوقت اللي احتاجيتو تخدموا به البيتزا، غتجبدوه حتى يختار عاوتاني باش تخدموا به. هنا غنحاول انني ندير هذا الحجم ديال القياس اللي عندي ديال الصينيه، يعني
يعني صراحه انا كتعجبني تكون رقيقه وما تساوش فيها الخميره، فغتزيد تنتفخ وتخمر، فحاولوا انكم ترقوها مزيان. الوغ هنا كيف كتشوفوا فهذا هو السمك اللي انا درت. طبعا كل واحد كيف ما قلت لكم يديروا على حساب القياس اللي هو بغى، اللي كيبغي رقيقه رقيقه، اللي كيبغي غليظه يديرها شويه سميكه. انا غنستعمل هاد الصواني هادو اللي كنتنا ودرتهم لكم في الفيديو ديال المشاريع ديال امريكا اللي كانت جابت ماما، فغنحاول انني ناخذ هكا المقاس نقلب الصينيه وغنجيب الجراره ديال البيتزا غندور هكذا نقطع. طبعا هاد الطريقه غديروها بالنسبه لكم عندكم، غتاخذوا الصينيه اللي غتديروا بها فيها البيتزا وغتاخذوا بها المقاس. فوالا هنا غنجي غنزول هاد الفوائد اللي عندي هنايا طبعا هكذا. هاد الصواني انا ما غنحتاج انني ندير لهم لا بابي كويسون لا زيت لا والو، فهما كيف كتشوفوا ما كتحتاج تدهنيهم، ما غاديش تلصق لنا العجين. رائع يعني هاد الصواني، الا خصو تاخذوهم اونلاين خذوهم راهم روعة. غنطبق الاولى نجي هنا عندي هادي اللي كنتقبو بها العجين ديال البيتزا غنوريها هكا، اللي ما عندوش هادي فيدير فورشيط ويتقب بها العجين بهذا الشكل. صافي هنا غنجي غناخد هذا نلف عليه العجين بهذا الشكل هذا، ونجيب الصينية نحطها هنا ونحط عليها العجين اللي صوبنا بهذا الشكل. صافي غنبدا ندير الكسو صلصة طماطم بالطريقة. انا خليت شوية صلصة طماطم خفيفة باش ما تجينيش لاباط ناشفة بزاف، فكتبقى لكم الاختيار طبعا كديروا اللي بغيتو واللي كتفضلوا، المهم الاساس ديال لاباط ديال العجين هو اللي يعجبكم بزاف وتقدروا تعتمدوا في البيتزا. وانا صافي غنجي غناخذ هاد الشرائح هادو ديال الكرا اللي عندي غنستفهم هكذا بهذا الشكل. طبعا البيتزا ديال الخضر كتجي رائعه وكتجي صحيه اكثر. صافي غندير كاع العناصر اللي عندي هنايا ستفهم بهذا الشكل. ناخذ دابا البصل اللي قطعته حتى هو هكا اطراف شنيت فات القعق. نحاول نفكوها باش تجينا طيبه كامله. ناخذ الكلامات حتى هو اللي عندي نديرو هكا نصوب بالطريقة. وهنا عندي الفلفل كذلك غادي نستفو بهالطريقة، نديرو شريحة خضراء شريحة هكذا نخلفوهم تجينا حتى الألوان كيجيو مزيونين هكذا في البيتزا. نمشي نحبط مين نحسن هذا. صافي اخر حاجة غنضيف الثوم حتى تبدأ تطيب عندي البيتزا، هو الفخوماج والزيتون لان ما كنبغيش باش ما يتحرقش ويجي ناشف وكيولي فيه واحد اللون. اهم دابا بالنسبة للتتبيلة كيف شتو الخضار درتهم خضرة، فغنجي غناخد شوية الملح هكذا غي غنرش هكا شوية ملح شوية فلفل حار هكا هاد البودرة هادي تتبين لي انا غندير هادوك الخضر اللي درنا اولا الفلفل والبصل والكرعة وشوية من الفلفل الاسود غير هكا رشة خفيفة. صافي غندخلها طيب حتى تبدا تاخد عندي شوية طياب، عاد غنضيف لها الطون والجبن الاحمر سيبا نديرها في الفرن حتى تبدا طيب ونجي نكمل معكم البقيه ديال المراحل اللي هي بقات لنا الطون وزيتون وفخوماج.
تجي النفخه عندي فانا غنصايب لكم واحد الشكل ديال غيجي بحال الخبز ديال التنور، غيجي رائع. طبعا انا ناخذ هنايا قرن زيت الزيتون وغندهنها. كيف قلت لكم هاد الصواني انا عندي راه ما كيحتاجوش دهن، انما دابا حيت غندير الخبز ديال التنور غندير ليه شويه زيت الزيتون. انما نتوما الا عندكم الصواني اللي كيلصقوا يعني ما مضمونش انها ما كتلصقش، فحاولي انك تحيدي ديري بابي كويسون عاد تحطي فوق منه البيتزا طيب. هنا ناخذ غير القليل اللي غيكفيني صافي، غنجي نبسط العجين بهذا الشكل اللي غتشوفوا غير بالاصابع. فوالا هنا غناخذ شويه زيت الزيتون فوق العجين وغنجي غنبدا بهذا الشكل هذا كنبسط فيه بالطريقه باش يجيني بحال شكل ديال الخبز ديال التنورت. طبعا كديروها بحجم كبير، انا ما انا عندي غير صينيه صغيره دابا غندير غير شويه باش نوريكم ان العجين ممكن تنوعوا به كما بغيتوا. هذا كيجي رائع وخفيف صافي سي بون. هاو نجمع هادو صافي غنرش عليه شويه غير هكا. حبق اولا زعتر وشويه الملح من الفوق. وانا هنا عندي شويه حبق صافي غندخلها حتى يطيب بهذا الشكل كيف كتشوفوا كتجي تاني جميل هكا كتنوعو. الوغ بنات هنا دابا بعد ما كيدخل عندنا الطير في البيتزا غنجي غنضيف الطون. طبعا غنضيف غير قطع طون بدون زيت بهذا الشكل. الزيتون الاسود طبعا الزيتون هذا ديال الدار ف ماشي ديال المحلات كترتش انا ما داخل شويه كيكون مشهد. اوكي هنا عندي الجبن اللي غادي نديرو نحتاج انني نحكو غسل يدي. انا هنا غناخذ مبشره وغنبدا ندير في الجبن هاك تاع الوجه ديال البيتزا صافي غندخلها باش تاخذ داك اللون من الفوق ويذوب عندنا الفرماج. صافي بعد ما نخرجها نوريكم الشكل النهائي ديالها هي القطعة الأخرى اللي درنا. فوالا هنا غناخد شوية حبق أولا زعتر كيبقى ليكم تنسموها كيف ما قلت لكم باش ما بغيتو، فأنا غناخد شوية الحبق نديرو هكذا في الوجه صافي سي بون. ها حبيبتي كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز اللي صوبنا ليا على شكل خبز التنور كيجي رائع. هدرت لي شويه زيت الزيتون وهذه هي البيتزا كيف كتشوفوا كتجي العجين كيف كتشوفوا معايا فهو رطب جدا جدا. نقطع لكم طريف باش تشوفوا
رائع. طبعا انا درتها رقيقه لان كتعجبني البيتزا تكون فين، ما كتعجبنيش اللي كتكون طبقه سميكه. كيبقى لكم الاختيار ديروها كيف ما بغيتوا. الوغ البنات، هذه هي العجين ديال البيتزا اللي صوبنا اليوم، ولا الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انكم تجربوها. شي ياكلوها مع حدا سخونه. بصحه، باي باي.